مرحبا، معكم Creative Aid. اندومي البيتزا اللذيذة وصفة سهلة جدا. اولا وقبل كل شيء، تخلص من كيس التوابل، ثم قم بطهي المعكرونة من 3 الى 4 دقائق او وفقا لتعليمات على الكيس. ثم تصفى المعكرونة، والآن يمكنك إضافة الملح حسب الرغبة. الآن تحتاج إلى قالب، قم برش القالب بزيت نباتي. بعد ذلك قم بإضافة المعكرونة، حاول أن تجعلها طبقة مستوية من المعكرونة، ثم قم بوضع صلصة طماطم البيتزا، ثم قم بإضافة شرائح من الطماطم، ثم تضاف شرائح الزيتون، وقم بإضافة شرائح الفطر. يمكنك اختيار المكونات حسب الرغبة، مثلا يمكنك إضافة البصل أو اللحم حسب الرغبة. ثم قم بإضافة جبنة الموتزاريلا، بعد ذلك قم بإضافة المزيد من شرائح الطماطم. قم بتسخين الفرن مسبقا، ثم ضع البيتزا في الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اقطعها قدمها ساخنة على الفور وتمتع بالطعم الطيب. نشكر متابعتكم.